اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الهي حي. معنا الاسيس ويليام معوض، مؤسس خدمه نحو زواج واسره افضل في مصر والشرق الاوسط. اهلا وسهلا، اهلا بيك حبيبي، ازي ربنا حضرتك؟ باركنا الايام اللي فاتت بحلقات عظيمه مؤثره بناءه عن التلمذه. كلمتنا اخر حلقه عن احسب التكلفه، والمره دي هتكلمنا اعرف الغرض الالهي في حياتك. صعب قوي انك انت تقابل واحد تقول له انت رايح فين، يقول لك اهو رايح كده، يكون راكب عربيه ولا راكب قطر ولا حاجه او مترو، اهلا ازيك يا اخي فلان رايح فين، يقول لك اهو يعني انا راكب المترو ومش عارف رايح فين. ناس كتيره لغايه النهارده مش عارفه هي رايحه فين، ومتخيله انا رايح السما او رايح جهنم، وكأن السماء أو جهنم هي نهاية المشوار. لكن اللي أنا عاوز أتكلم عليه النهاردة هو الغرض الإلهي، أنت رايح فين هنا على الأرض؟ مش رايح السماء، أنت على الأرض هنا رايح فين؟ الكتاب بيتكلم إن إحنا مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله يعدها لكي نسلك فيه، أعمال صالحة من قبل تأسيس العالم. يعني انت مولود لاجل غرض الهي في قلب الاب من قبل ما تتولد، وهو رب محدد لك الخط الغرض ده، وعدم فهمك لهذا الغرض يخليك يقول كده بدون رؤية يجمح الشعب. يجمح يعني جاي منه حصان جامح، بيتحرك وبيتنطط وبيروح يمين وشمال وسبع صنايع والبخت ضايع لانه ما عادش عارف غرض الله. تعالوا نتكلم النهاردة عن غرض الله، هنقرأ مع بعض من لوقا 9 عدد 51. حين تمت الأيام لارتفاعه، كلمة عن الرب يسوع، ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامرين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية. عايز اوضح هنا ثبت وجهه لينطلق لاورشليم. هو عارف ان في اورشليم هيحصل الاهانه والتعذيب والجلد والموت. تخيل، لانه هو بوجوده الرب يسوع قريبا من قلب الاب عارف ايه اللي هيحصل، لكن ثبت وجهه رمز المثابره والاستمرارية والإصرار. مهم أوي أنك تعرف الهدف وتصر أنك أنت تصل إلى هذا الهدف، لأن معوقات كثيرة ومخاوف وتهديدات هتأتي على حياتك، لكن لو أنت تسلحت بنية الألم زي الرب يسوع وقال أنا مش بطلب راحتي بس ولا بطلب ما هو لنفسي، أنا بطلب ما هو للآب، فثبت وجهه نحو الهدف. السؤال بقى ايه هو الهدف؟ يظن البعض ان الهدف هو الهروب من جهنم. لا يا حبيبي، ده مش الهدف. او يظن البعض هو ربح السماء، وزي ما بعض الناس انا هروح الجنة واخد مش عارف 70 حرية والكلام ده كله. مين قالك ان هو ده الهدف؟ عدم فهم الهدف بيخلي الناس تفرقع نفسها بقنابل، لانه فاهمين ان الهدف ان هو يموت. المسيحيه الهدف بتاعها مش انك تموت، الهدف انك تحيا وتحقق غرض الله، وبعد كده لما تكمل الهدف ربنا بقى بياخدك الى دي قصه تانية. لكن مش الموت مش هدف، الموت عدو. فالهدف هو ان انا وجدت هنا على الارض حل لمشكله معينه. النهاردة اللي عمل كرسي حل مشكلة معينة، اللي عمل دولاب حل مشكلة،
اللي عمل عربية حل مشكلة، اللي بيدهن حيطة بيحل مشكلة، اللي بيبني حيطة بيحل مشكلة، اللي بيصنع باب، اللي بيصنع مفصلة. الإنسان موجود عشان يحل مشكلة. كل واحد فينا لابد أن يعرف إيه هو المشكلة اللي الرب دعاه أن يحلها. اللي بيعمل موسيقى بيحل مشكلة، اللي بيعزف موسيقى بيحل مشكلة، اللي بيكتب كلمات تسبيح أو ترنيم بيحل مشكلة، اللي بيعلن كلمة الرب بيحل مشكلة، اللي بيعمل مصنع وبيشتغل في مصنع بيحل مشكلة. فالإنسان أساسا موجود عشان يحل مشكلة ربنا حاطه ان هو يحلها. الام النهارده بتحل مشكله. لما بتربي اولادها في مخافه الرب بتحل مشكله. لما بتعلم اولادها الحق بتحل مشكله. السؤال هنا ايه هي المشكله اللي انت بتحلها؟ ما هقول لك على حاجه. لو انت ما حلتش مشكله هتبقى انت المشكله. فالانسان وجد لكي يسلك في هذه الارض ممتلئا بالروح القدس ليحل مشكلة معينة. النهاردة واحنا بنتعب النهاردة، والناس اللي بيصوروا والناس اللي بيتعبوا ليه؟ بنحاول نحل مشكلة عدم فهم للحق. فالغرض الالهي ان انا موجود على الارض عشان احل مشكلة. الراجل اللي بيحرث الارض وبيخلي الارض العاقر تطلع نبات ده بيحل مشكلة، بيعمل نبات. ان الشخص النهاردة اللي بيعمل اي شيء، فأنا موجود عشان أعمل. الرب لما خلق آدم وضعه في الجنة ليعملها ويحرسها. العمل بهدف أنه يحل مشكلة، أنه يحرث الأرض ويخليها تنتج وتثمر. بس الهدف هنا إزاي تثبت وجهك تجاه هذا الهدف، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. ليه بيقول كده؟ لانه في روح فشل هيهاجم الناس، هيهاجمني وانا عاوز اعمل الغرض الالهي. الغرض الالهي ان انا اكون زوج بحسب فكر الرب، ان اكون زوجه بحسب فكر الرب، ان اكون ابن بحسب فكر الرب، ان اكون خادم بحسب فكر الرب. فهنا الهدف لازم تبقى عارف، ومش هتعرف الهدف ده لوحدك، لانه ما حدش يقدر يعمل هدف الله لوحده. انا محتاج لك وانت محتاج، واحنا الاثنين محتاجين لحد تاني، كلنا محتاجين لبعض. عشان كده اكبر خدعة الكتاب بيقول ويل لمن هو وحده، اللي مفهم ان هو يقدر يعيش لوحده في برج عاجي في انعزال ويحل يعمل كل اللي هو عايزه. لا لا، كلنا محتاجين لبعض. كل واحد ذي دور. فهنا الجزء الثاني، ارسل امام وجهه رسلا. الرب لما يبقى عاوز يروح مكان يرسل حد الاول. يعني النهاردة البرنامج ده مرسل لكل بيت في القاهرة او في مصر ولا في الشرق الاوسط ولا في استراليا ولا في كندا. عارفين ليه؟ عشان ربنا عاوز يجي في البيت ده. الناس النهاردة اللي فاتحة البرنامج ده، عارف ليه انت فتحت البرنامج؟ وعارف ليه انت قاعد قدامه دلوقتي؟ عشان ربنا عاوز يجي يزورك. عشان ربنا بيرسل تلاميذه الاول ان يروحوا للمكان اللي هو عايزه. فاحنا النهاردة تلاميذ الرب، وكل الناس اللي ساعدت في تسجيل البرنامج زي ده، احنا بنمهد طريق للرب. علشان الرب يقدر يخش. وانا بصلي انك انت يعني اسمع للمحاضرة كلها وما تحولش التلفزيون وتروح في حتة تانية، علشان لما هتسمع الاخر هتعرف ان الرب بقى معاك في بيتك ولا في حتى في كنيستك ولا في المكان اللي بتشوف فيه البرنامج. فهنا أرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له. احنا بنعد للرب من خلال البرامج دي، من خلال المشاركات دي. فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. أورشليم اللي هي بتبين الغرض الإلهي. أحيانا غرض الله على حياتنا، بعض الناس تفهمنا غلط وتفهم ان احنا مجانين او ان احنا مختلين او انت بتعمل كده ليه ومش عارف ايه، فالناس فهمتهم غلط. فلما رأى ذلك تلميذا يعقوب ويوحنا قال يا رب اتريد ان تنزل النار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي. تخيل، احنا بنقول ان دول الجماعة المنتقاة، الاستاذ
التلميذ يعقوب والأستاذ التلميذ يوحنا بيقولوا للرب الناس دول ما قبلوش كلامك، ايه رأيك ان احنا نطلب نار نولع فيهم؟ ما اشبه اليوم بالبارحة، ما اشبه اليوم بخدام يطلبون اللعنة على الناس ويطلبون النار، وتقعد في كنيسة يقعد يقولك انت وحش انت الشر انت، يعني كل الوعي عندهم بخطايا وضعفات الناس بدل ما يعلن النعمة والإمكانية والحق. فيعقوب ويوحنا قالوا يا رب ايه رأيك ان احنا نطلب نار من السماء تولع في الناس دي؟ بص الرب يقول لهم ايه، فالتفت وانتهر هما. الانتهار ده للأرواح الشريرة. وقال لستما تعلمان من اي روح انتم. ايه ده؟ عاوز تقول ان اللي بيحرك يعقوب ويوحنا روح شرير؟ ايوه، بس هم مش فاهمين. يعني هل ممكن المؤمن يكون بيتأثر بفعل الارواح الشريرة؟ ايوه، تأثير خارجي. خارجي بقى ولا داخلي، المهم النتيجة ايه؟ النتيجة ان هو فكر افكار من ارواح شريرة واتكلم كلام من ارواح شريرة. يعني في فكرة رمت عليه وهو استقبلها. بالظبط. طب دول تلاميذ ومع الرب يسوع، ومش اي تلاميذ، دول تلاميذ من الفئة اللي هم التالتة. عندنا تلاميذ 70 و12 و3 و1، ده من الفئة الاولى والتانية. يوحنا هو الواحد، ويعقوب ويوحنا من الفئة اللي هم اقرب ناس. السؤال، هل ممكن الارواح الشريرة تؤثر في بعض المؤمنين؟ ايوه يا حبيبي، لانه حيثما وجدت الافكار الشريرة تدعم بالارواح الشريرة. وانا بقول لك الارواح الشريرة زي الذباب، زي الحشرات. سؤال، هل ممكن الذباب والحشرات تدخل في مكان؟ ممكن، طالما ان في مدخل لهم وحاجة يعفوا عليها هيخش الدباب، لانه حتى الروح بعل الزبون الاله الذباب، الروح الشريرة زي الذباب. كل اللي انت عليك بس انك انت تنظف المكان اللي انت فيه، وما تخليش الروح الذباب يعف على حاجة مش هيخش. السؤال، هل ممكن الروح الشريرة اطردهم ويرجعوا تاني؟ ايوه، والرب قال انت ممكن تطرد الارواح الشريرة، لكن ما نظفتش المكان والكرسي اللي بيقعد عليه الروح الشرير، هيروح يخرج ويروح يجيب ناس ارواح شريرة تانية تبقى معاه، ويكون اخر حياة هذا الشخص اسوأ من اوائله. الارواح الشريرة ارواح تسود حيث لا يسود روح الله. يعني لو في حتة فيك مش بتقاد بروح الله معرضة انها تقاد بارواح شريرة. العين اللي هي بتبص على شهوة معينة، ده الشهوة دي هي مدخل ممكن يخليك تتحرك بارواح شريرة. القلب اللي مش مليان بالرب ممكن يكون عرضة لتسكن فيه افكار شريرة في القلب، وطرق افكار شريرة. عشان كده الرب قال الكلام الذي اكلمكم هو روح وحياة. لما انا بتكلم الروح القدس بيملاكم. النهاردة الناس اللي بتسمعنا الروح القدس بيملى فكرهم، فتلاقي فكرهم حتى يفكر صح. امين. عينيهم تشوف صح. امين. ودانهم تسمع صح. فالسؤال، هل ممكن الارواح الشريرة تؤثر في بعض الناس اللي هم بيعرفوا الرب وبيحبوا الرب؟ هسألك بقى سؤال يعني هيبقى شديد، هل ممكن الارواح الشريرة تحضر اجتماعات كنيسة؟ طبعا. هل ممكن؟ بولس بيتكلم حتى الجماعة بتوع كورنثوس بيقول لهم انتوا كنتوا قاعدين وبتتعلموا تعليم شياطين. هل ممكن الارواح الشريرة تدي تعليم؟ ايوه، ده تحذير. تحذير ان احنا دايما نبقى صحيين يقظين، لان انا لو مش صح، عشان كده ربنا اسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. والارواح الشريرة هي ارواح مش بتمشي بحسب فكر ربنا، لكن بحسب فكر ابليس
وافكار الشريره. لازم اعرف، لازم يبقى في عندي مصفى، مش كل فكره تيجي لي امشي بيها، مش كل كلمه تيجي على بقي اقولها. لازم اضع حارسا على فمي، حارسا على عيني. ايوب قال كده: عهدا قطعت لعيناي كيف اتطلع في عذراء. يعني لازم يبقى في تحكم، لان لو انت عينيك كده شغاله من غير تحكم ودانك شغاله، كل واحد يقول كلام سلبي يخش جواك، كل واحد يقول كلام نميمه تسمعه، كل واحد يبص بصه شريره تتقلد. لا، انت شخص تحافظ على النقاوه والطهاره اللي من الرب. فالرب يقول لهم: لستما تعلما من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس. فمضوا الى قريه اخرى. فهمك للحق يمنع الارواح الشريره بانها تخترقك. يا جماعه فكروا النتيجه ازاي. اعرف اذا كانت افكار دي من ارواح شريره ولا لا؟ تعرفون الشجره من ثمارها. نعم. شوف الثمر والناتج من كلامك ايه. لو كان الثمر الناتج حياه، امل، رجاء، ايمان، حب للرب، حب، كل ده من الرب. لكن لو كان الثمر نتائج نقمة، قتل، مرارة، سخط، اعرف ده الحاجة دي منين. فاكبر امتحان تعرف اذا كنت بتحرك بروح الله ولا بروح اخر انك بتشوف النتائج. وحسب هذه النتائج بتبين انهي روح اللي بيقودك. فاحذر، ما فيش حد فينا كبير على الغلط، ما فيش حد فينا يعني مش معرض للخطأ. فخلينا ان احنا نتواضع. وفيما هم سائرون في الطريق قال واحد: يا سيد اتبعك اينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب او جرى او لطيور السماء او كار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأس. وقال لاخر: اتبعني. فقال: يا سيد اذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. قال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتهم، اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال اخر ايضا: اتبعك يا سيد، ولكن اذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس احد يضع يده على المحراث وينظر ويصلح لملكوت. هنا بيتكلم عن المعوقات اللي ممكن تعوقك على وصولك للهدف. الاعذار، أتاري الأعذار هي معوق أساسي. لأن في نوعين من الناس، في نوع يتقدم للأمام وفي نوع يلتمس الأعذار. زي المراقب الريح لا يزرع، دايما ناس عندهم عذر وحج. وللأسف إبليس عنده مصانع متعددة من الأعذار للي عاوز أي أعذار. دايما الشخص الفاشل دايما في بقه عذر: أصل الناس عملت كده، أصل المرأة عملت لي كده، أصل إبليس قال لي كده، أصل الظروف مش عارف إيه، أصل وفصل، ولو 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 وأصل. ودايما أعذار. عارف الناجح لما بيشوف تحدي بيقول: أستطيع في المسيح الذي يقويني بنعمتك. لان انا ما اقولش الاعذار. فتعال شوف الاولاني، يقول: اتبعك يا رب اينما تمضي. فالرب عارف، قال له: على فكره للثعالب او جرى وطيور السماء او كار، ده واضح ان هو عاوز يتبع الرب عشان منفعه. لما يتبع مع الرب هياكل وهيروح السماء وهيستنفع وربنا يحل له مشاكل. في ناس بتيجي للرب عشان ربنا يحل لهم مشاكلهم، وربنا هو يعني مصباح السحري، ان بس انت تمشي ورا ربنا يحل لك مشاكلك وياكلك ويشرب لك. فانا عبيط اللي يقول لا مش هتبع الرب. فالرب قال له: حبيبي، مش هم دول النوعيه اللي انا عاوزك تتبعني عشان. انت بتتبعني عشان مصلحه. واحد تاني قال له: بص يا رب، انا عندي مناسبات عائليه تمنعني من اتبع، اذن لي ان ادفن ابي. ياما من المناسبات العائليه والعادات والتقاليد البشريه منعتني عن اني اتبع الرب.
حتى الرب بيقول له ايه اللي انا ادفن اولا ابي وادفن ابي وبعدين اجي. فالرب يقول له لا، دع الموتى يدفنون موتاهم، واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. احنا في مجتمع مليان بالعادات والتقاليد. النهارده ليه انت مش مواظب على الكلمه؟ يقول لك اصل انا عندي ظروفي، اصل انا جات لي ضيوف، اصل الناس بيقولوا لي. ناس كتير قوي بيستخدموا الناس بيقولوا ايه، لكن قليلين قوي يقولوا الرب بيقول ايه. فده محتاج مش تغيير بس الاعذار والكلام، ده تغيير طريقه الفهم. الفكر نفسه لازم يتغير، ان انا مش بتبع عادات وتقاليد البشر، لكن انا بتبع اوامر ومبادئ الرب. فانا مش بعقاد بالعادات والتقاليد. هنا تبص تلاقي الناس في الموتى يلبسوا اسود ويبكوا ويعملوا كتاب بيقول يعني ان احنا مش ما نكونش زي كده، حاجات كتير. اما الاخر بقى قال يسوع بيقول اذن لي ان اودع الذين في بيتي. اتاري ملكوت الله لازم يكون اولويه في حياتك، اولويه حتى عن علاقاتك العائليه، عن رغباتك، عن طموحاتك. عشان كده الرب قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، والا هتخيب من انك تحقق غرض الله على حياتك، وهتلاقي لك مليون عذر. طالما انت بتدور على الاعذار دايما هيبقى في بقك عذر. لا، انا مش عاوز يبقى بقي مليان اعذار، انا عاوز بقي يبقى مليان بالحق، وعايز قلبي مليان بالايمان، وعايز اسعى نحو الغرض لاجل جعلت دعوة الله العليا في المسيح يسوع. في اعذار يعني تبدو انها طبيعية، يعني انا بستغرب لما الرب يقول للراجل وهو بيقول له انا هروح ادفن ابي، فالرب بيرد عليه. يعني عايزين نوضح النقطة دي، دع الموتى يدفنون الموتى. الانسان اللي مش عارف غرض الله سهل انسياقه في اي حاجة. ربنا مش هدفه انه ما تدفنش ابوك. الشخص ده شخص منساق. يعني انا للاسف بشوف ناس كتير جدا لما تسالهم، حتى بيبقوا ناس انا بتلمذهم، تسالهم اسئله دايما يقول لك عذر. بتعمل لي اصل بعمل كذا، اصل. الرب عاوز الناس لا تلتمس الاعذار ولكن تتحرك بالايمان. لما الرب يقول لبطرس امشي على الميه، كم واحد فيكم عارف انه بطرس عنده عذر انه ما يمشيش على الميه؟ كذا عذر. 50 عذر. هو مش سمك عشان يمشي في الميه. انا مش سمك. كثافة بتاعتي اعلى من كثافة الميه. انا هغرق، الدنيا بارد، مش عارف ايه. السؤال، هل الرب وكلماته اغلى عندك من كل شيء ولا لا؟ يعني حاجات تانية يمكن نتكلم عنها. يقول كده من يحبني يتبعني، يبغض حتى اباه وامه وامراته يبغض. هل هو بيتكلم ان احنا نكره اهلنا؟ لا، بيتكلم ان محبتنا للرب اعمق واعظم لما تقارن باي محبة تانية هي الاولوية. ومحبة الرب يعني محبة غرض الله اكتر من طموحات. عشان كده قال الناس اللي عندها بتجري ورا الطموح، عايزة تاخد شهادات، عايزة تتجوز، عايز كذا. الرب يقول لهم خاف احسن بعد كل ده، تاخد كل ده وفي الاخر بتخسر نفسك. حابب حضرتك توضح لنا ايه هو الهدف الالهي لحياه كل انسان جه وعرف المسيح مخلص ورب ليه؟ الهدف هو الرب قال لتلاميذه متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الهدف ان الرب عاوز يعطي امتداد لملكوته كما في السماء كذلك على الارض. فالرب اقام ناس، خلقهم من التراب علشان يخليهم يبقى ليهم سلطان على الارض، ويقدروا يحولوا الارض دي امتداد لملكوت الله. فانا كل واحد فينا مطالب انه في منطقة نفوس صغيرة ابتدي ان الله يسود عليا. انا تحولت من ان انا حاجة كده مش سيد عليها الرب الى ان بيسود عليا الرب. ف
فالهدف هو ان ملكوت الله يمتد كما في السماء كذلك على الارض. بتيجي ايه في ذهني في سفر الامثال بيقول ان الله اعطى لكل انسان العمل الذي يعمله تحت الشمس. بالظبط. طبعا ده بالنسبه لكل صنايعي وكل حرفه وكل واحد واخد شهاده مهندس دكتور، لكن الخادم وكل حد جه بقى ملك المسيح وعايز يخدم المسيح لابد ان هو يعرف ايه نوع الخدمه اللي هو ممكن يقوم بيها، يعمل ايه عشان يفهم ويعرف. انا بس عاوز اظبط السؤال بتاعك لانك انت عملت السؤال جزئين، كان في صانع وحرفي وفي خادم، لا هما الاثنين حاجه واحده. ايوه. انا النهارده لو انا نجار، انا نجار كامل للرب. ايوه. خدمتي ان انا اجيب الشجره دي واقطعها واخليها تبقى دولاب. تمام. لو انا سواق ميكروباص، انا بسوق بمبادئ الرب مش زي سواقين الميكروباص. لو انا طبيب، انا بعمل عمل الرب. في بعض الناس ربنا مديهم كلمة تعليم، فانا بعلم كمال الرب او رعاية كمال الرب. تمام. فما فيش حاجة اسمها حرفة وخدمة، انا عملي ان هو كمال الرب. طبعا مش زي ما الاخرين يقولك العمل عبادة، لا، لما يكون انا في فكري الرب ان انا بعمل، حتى في كولوسي 3 بيقول كل ما عملته من قول او من فكر او فعل اعملوه كمال الرب لا كإنسان، حتى مش عشان أجرة. يعني ممكن الرب يبعتك في مكان والأجرة بتاعته ضعيفة، لكن الرب يقولك أنا عايزك تخدمني هنا، وهو الرب يسدد احتياجاتك. ممكن أنت تسيب الرب وتروح تختار شغلة تانية فلوسها كتير، لكن الرب مش عايزك تروح. فهنا طيب أسمع صوت الرب إزاي؟ عشان كده مهم قوي إنك تسمع صوت الرب. وهل ممكن اسمع صوت الرب؟ اذا كان الرب يقول خرافي تسمع صوتي، يبقى انا لازم اكون من خرافه، وانا من خرافه لازم اسمع صوته. فلازم اتعلم اسمع صوته. طب اسمع صوته ازاي؟ من خلال الكلمه. فكله مبني على بعضه. مش عايز الفصل ده، مش عارف ده اوضح لك ولا هو بس انا عايز اوضح حاجه. اتفضل. يعني انا اقول لك فهمت ايه من حضرتك يا دكتور. ان انا المفروض وانا بعمل اي عمل تحت الشمس ايا كان نوع العمل او الحرفه اللي بقوم بيه، ان انا بظهر التزامي بكلمه ربنا ان انا هقدمها بكل وفاء بكل قداسه بكل بر بكل طهاره بمبادئ ربنا، بمبادئ ربنا، بحيث ان الشخص اللي انا بعمل ليه الحاجه يشوف الرب في اعمالي، يشوف الرب من خلال اعمالي مش مجرد كلام. اشكرك عشان كده لما حد بيعمل حاجه جميله اقول ياه الله. ليه؟ لان الحاجه الجميله المعموله صح تخلي الناس يقولوا الله، لانه بيرجع المجد للرب. لو انت بتعمل موسيقى كويسه الناس يقولوا الله، لو انت بتعمل نجار كويس، لو بتعمل حداد بطريقه كويسه الله الشغل. فبنعط المجد للرب حتى من خلال اعمال. هل كل شخص عشان ينفذ مشيئه ربنا لازم يكون بيسمع صوت ربنا باستمرار؟ ده الف ب. الف ب. مفيش ابن ما بيسمعش ابوه، ولو ما بيسمعش يبقى في عنده مشكله لازم يتعلم يسمع. معلش انا هسال السؤال بطريقه تانية. في بعض الخدام الاقوياء اللي انا قابلتهم في حياتي من كتر الاستخدام اتحول لحرفه، وبيقول لك مش لازم، انا خلاص انا عارف، فانا مش هاي يعني مش لازم اسمع صوت ربنا. بالضبط. وتحولت الخدمه عبارة عن حرفة، يعني تقول عن آلة. آلة بتحرك وفهم. خد بالك، تعال نتعلم من داود. داود كان قبل ما يخش الحرب او في موقف يسأل الرب. فمر الاعداء حاربوه، فسأل الرب قال له ادخل وحارب. نفس الاعداء دول رجعوا تاني بعد ما هو حارب وانتصر عليهم. فكان ممكن يقول طب ما انا سألت الرب قبل كده. لا، هو سأل الرب تاني، ورب قال له المره دي ما تنزلش وتحاربهم، اقف في كذا واعمل كذا وادي له قطه تانية. كل خادم وكل شخص بيسمع الرب ما يعتمدش على اللي الرب قاله امبارح عشان يمشي بيه النهارده، لان اللي قاله امبارح زي المن بتاع امبارح، حلو امبارح لكن مش حلو النهارده. فاكر المن اللي كان في البريه؟ يوم بيوم، كل يوم بيومه. لو انت خدت كلمة الرب بتاعت امبارح ومشيت بيها النهاردة لازم تسمع كلمة جديدة. الحتة بقى اللي انا
ازاي يعني كل يوم انا كل يوم هسال الرب اروح الشغل ولا لا؟ لا يا حبيبي، هو الرب قال لك روح الشغل، ما توقفش انك تروح الشغل لما ربنا يقول لك كلمه ثانيه ما تروحش الشغل. حتى كده في الخدمه يا ابونا، يعني في اماكن ممكن الرب يقول له روح او ما تروحش؟ طبعا طبعا، لانه اذا هو روح الله فينا، الله يتكلم بروحه، اولاد الله يسلكون بروح الله. فهنا عشان كده كتاب بيقول لا تحزنوا روح الله. لانه انا لو مش عارف لغه الروح القدس في اعماقي ممكن ما اسمعهوش وما افهمش. وفي الاول محتاج ان يبقى فيه وكلاء على حضرتك يعلموك يعني ايه تسمع صوت الرب وروح الله. والا تسمع صوتك انت وتفتكر ان هو كلام ربنا. يعني لازم يكون في حد قائد روحي لكل شخص بادئ في حياه الايمان، ان يتدرب يسمع كلمه صوت من ربنا واعلان من الله ويرجع للقائد بتاعه، والا هيقع عليه ويل لمن هو واحد. ايوه، ربنا مش بيعمل ناس كده ماشيين على دماغهم يقول لك كل واحد انا من ربنا. ايوه يا حبيبي، ربنا بيحطك في عيله. عمرك شفت طفل بيتولد في الشارع؟ لا طبعا. لازم يتولد في بيت، لازم ليه بابا ولازم ليه ماما ولازم ليه حد يعلمه. نفس الامور الروحيه. امين. بشكرك استاذ ويليام على المحاضرات الرائعه عن التلمذه. بنقول لك عزيزي المشاهد بنشكرك من اجل حسن المتابعه، لكن في كتاب عن اساسيات الكنيسه وعن التلمذه، هذا الكتاب موجود مجانا من الخدمه هديه لكل من عاوز. يعني بس يقول لنا اسمه والايميل بتاعه، ارقام التليفون على الشاشات، ممكن تتصل وتواصل مع الخدمه وهم يقدروا يوصلوا لك هذا الكتاب في كل الحلقات اللي احنا قدمناها، وفي تعليم مفيده لحياتك. بشكرك عزيزي المشاهد من اجل حسن الاستماع، من اجل التطبيق اللي الرب يقود قلوبكم وحياتكم انك تعيشوه وتطبقوه في حياتكم حتى تكونوا تلاميذ حقيقيين للرب يسوع المسيح على الارض، وتكونوا فعلا ملحا في الارض، ويكونوا سبب بركه للاخرين. سلام الرب يسوع المسيح يكون معاكم. امين امين, آمين.